بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني دي البداية نشكر يعني الموقع دريف سيتي كاد أحضر نهار هاي كاع التغطية ثانيتها، ونشكر دائما أنه يتواجد داكي هنا لجميع يعني المحطات ثاني تكنشيني اللي تمثلنا جمعية أمل اللي واحد الحاجات الخاصة للدريوج. نشكر جمعية تويزا صراحة يعني غادي يسكن الدعم اللي تمثلنا يعني أعضاء ديال الدريوج، نشكر بزاف مكتوب لهم شني ونشين يعني أن اللي تمثلنا راه جمعيتهم نشوف شوية المبالغ يعني باش تغطي ولو وخو مبالغ بسيطة جدا، ولكن غير ما غاتجي دلالة معنوية هي مثلا غينا باش تغطي شوية الدواء شوية يعني ليكوش. نمشي نشكر مرة ثانية جميع يعني تويزا في المبادرة كيف تلقى، نمشي إن شاء الله يعني خليك تدقي زمارنا وتدقي مجهودنا أن أرزوق الشركاء النغنيت باش نحاول ما يمكن أن نغطي يعني يجي النسبة ولو ضعيفة يعني يجي النسبة المئوية معاناة هي مثلا الدريوش ديال الاخير يعني بلا ما نطول خيط مثلا. نشكر هنا مره ومره اخرى نشكر دير سيتي. والسلام عليكم.